لطيفة، السلام عليكم. وي صباح النور. لاباس عليك؟ وشي مزيان؟ امينه لاباس. الله يبارك فيك. كتعشي لطيفه في رمضان ولا لا؟ اش غنقول لك اختي، انا كنفطر مزيان صافي، ما كنقدرش اختي، والله ما نكذب عليك، ما قليل قليل خرجت تمشيت، حنا مثلا خرجت وتمشيت. خاص يجيك الجوع. وي عاد ما نكذبش عليك اختي امينه، ما عرفتش انا الناس يقول لك لطيفه. وي دابا انت ماشي ما كت... ما لقيتي فين ديري داك العشاء وصافي. يمكن يمكن والله اختي ما كنقدرش، ولكن كنفطر مزيان، كنفطر بزاف. المهم باش ما نطولوش على المستمعين، يلا شنو غتعطينا اليوم؟ شوفي اختي امينه، اولا غنعطيك انت غنعطيك دغيا واحد هذيك السيده ديك النهار قالت لك بغات شي كلاص سيترون. اييه في الحامض. دابا هذا تقريبا غنديرو غير لي زونفون، المره الجايه انا كنوعدهم غنبقاو ندخلو في داك الشيء ديال، غنحاول ندخل لهم شويه، مشيت لواحد دائما انا كنجرب عاد كنعطي داك الشيء ديال البيض وديال، دابا هذا يقدروا يديروه لي زون، ولكن شوفي من بعد المهم اختاري ولا نبدا لك بسليلو. لو بلاتي كيفاش هاد الكلاص ديال السيترون ديال لي زونفون؟ شنو ما ناكلوش حنا ولا شنو؟ لا ناكلوه حتى حنا كيجيو. ايوا صافي، هذا بالنسبه لي زونفون غيعجبهم بزاف، لان تقدري ديري فيهم ديك العويد وتخشي في لا كلاص في الكونجيلاتور، حتى حنا وحنا كتقدري ديريه بلي بول. نديرو بلي بول ماشي مشكل. سمعتي؟ من بعد الا بغيتي غنعطيك واحد سليلو، راه ما نقولكش واخا رائع على بركه الله. رمضان هذا دغيا، هذا ما فيهش بعد الفاصل، حنا دابا غناخذوا الكلاص يلا. ما فيهش حتى دو مينوت، ما فيهش واخا صافي. ها انت شوفي الكلاص فيه، ها انت غناخذوا حنا بالكيسان كاس ديال العنبه. مثلا درنا كاس العنبه، حنا غنجربوا السامعات يجربوا في الاول، ديروا غير كاس العنبه ديال الماء وكاس العنبه ديال عصير الحامض، ويكون مصفي ياك، وكاس وهذا ماشي كاس، ما يكونش عامر، على حسب الحلاوه يديروا غير كاس لاروب ديال السكر سنيده. غيحطوا هذاك الكاس ديال الماء فوق البوطه، غادي يحطوا كاس لاروب ديال سنيده فوق معاه، ويحركوا بين ما هما يعصروا ذاك الحمض اللي غادي يعمر لينا كاس. هما حطوا هذاك فوق البوطه مهيله كيسخن، غادي نعصروا هذاك كاس الحمض، غادي نصفوه ونزيدوه نضيفوه على هذاك الكاس ديال فوق البوطه ياك، مع التحريك بالفوي نحركو 5 دقائق. حنا كنحركو بحال كيتكراميز هذاك، فهمتيني؟ صافي من بعد كنحطوه يبرد شويه، اللي عنده هذاك الطراب ديال اليد اللي تيكون واقف عرفتيه، كيطرب به، كيبقى يطرب واحد الدقيقه هو كيطرب، صافي كتطلع واحد لاكوش، كنحيدو منه البرد، كتطلع واحد لاكوش بيضه بحال كتبان لك بحال ولا كريم شونتيي. هادشي تنحيدو من فوق العافيه؟ لا تنحيدو يبرد شويه نطربو، اللي ما عندوش هذاك الطراب ديال اليد داك الطويل يكون غير طويل، تيتخشى في واحد في المول عرفتيه، كينو نديروه بالطراب ياك، كنحيدو هذيك لاكوش الفوقانيه كنحيدوها كامله غير بمعلقه صافي، كنديروه في واحد البوطه. انا درتو هو عندي اختي، هو عندي درتو البارح، ولدي حماق عليه كيعجبو. المهم اللي بغا كيديروا في بواطات راه كيتباعوا في عندهم عويدات كيسدوا عليه وكيديروه في سميتو الصباح كيعطيو لي زونفون. بالنسبه حنا الكبار كتجبديه، راه ما تيكونش كاع قاصح، بداك الملعقه الدائريه اللي كتجيبهم دي بول كديري 3 لي بول على حسابك اختي امينه، شحال بغيتي 2 3 انت وجدك صافي، وراه كيجي رائع. ندخل المجمد ياك؟ تدخل ليله كامله، ليله الصباح. هو انا عندي صوبته البارح صحه وراحه، كتفقسينا دابا هو عندي. هذا ديري ان شاء الله باقي صغير طه على هذا الشيء. لطيفه غتبقي معنا باش تعطينا سلو صفوف ديالك اللي ما دايرينش كيف ما قلتي، فغادي نجربوه ان شاء الله ونشوفوا، وطبعا نردو